عم بحرك. نحكي في عم بحرك اليوم على شط بغرارة الموجود في قرية بغرارة الواقعة في شمال شرق ولاية مدنين في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. شط بغرارة مقصد المدنينية والجرجسية، شط معروف بالأقبال الكبير للعائلات عليه باش تصيف فيه، تتنصب فيه الخيم والباراسولات وتزهى فيه القعدات، كل ليلة فيه تشهد على أحلى السهريات. موقعه الاستراتيجي ونظافته وقربه خلاو أهالي مدنين فيه يتلموا ببحرهم يهتموا. قد ما تكثر فيه الزيارات والخيمات على قد ما تبهرك نظافته وعفافته، خطر نظافة عقلية شدين فيها المدنينية. شطهم يحبوه ديما نظيف يعمل الكيف، وزيد يفرحوا بالبراني ويبجلوه على بقية. الحاصل شط يلم اللي غاوي التبحيرة والشيخات واللي يجيه من كل ولايات الجمهورية. ما لازم تعمل طلة وتعوم في شط بغرارة، شط مدنين البيع. عوم بحرك.